لا يخفى عليكم ما يحدث في بعض دول العالم من أحداث متغيرة ومتسارعة، وذلك بسبب التطورات الجديدة لفيروس كورونا، والتي تستوجب منا عدم التهاون وتوخي الحذر والاستمرار في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حسب ما وصت به هيئة الصحة العامة وقاية، انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامة تشهد الخروج والعودة من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 31/1/2022 ميلادي، تعليق الرحلات الجوية لعدد 14 دولة إفريقية، وتعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين من القادمين مباشرة وغير مباشرة من هذه الدول. يلزم على كل من دخل المملكة قادمة من تلك الدول أو مر بها بعد تاريخ 1 نوفمبر 2021 أن يكون لديه نتيجة سلبية لفحص PCR للفيروس قام بإجراءه بعد وصوله إلى المملكة. أشير للسماح بالقدوم مباشر إلى المملكة من الدول الآتية دون الحاجة لقضاء 14 يوما خارجها قبل دخول المملكة: إندونيسيا، باكستان، البرازيل، فيتنام، مصر، الهند. الوقاية أمان. نهيب بالجميع التزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاستمرار في لبس الكمامة في الأماكن المغلقة والأماكن العامة المزدحمة حفاظا على صحتكم وصحة من حولكم من الإصابة بالفيروس المعدية، خاصة فيروس كورونا، كما نوصي الجميع بأخذ اللقاح للحماية من الفيروس ومضاعفاته.